السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم ومرحبا بكم عند اختكم سناء. اذا فيديو اليوم ان شاء الله كيف ما كتلاحظوا غادي نتحدثوا على الفرق ما بين الفعل الصحيح والفعل المعتل، وقبل ذلك سنتعرف على ما هو الفعل الصحيح وما هو الفعل المعتل وما هي انواع كل من الفعل الصحيح والفعل المعتل وكيف نميز بين هذين الفعلين. إذا كان لدينا فعل كيف سنعرف أنه فعل صحيح وأن هذا فعل معتل؟ إذا هذا هو الفيديو اليوم اللي غنشوفه إن شاء الله. إذا أولا قبل كل شيء، بل فعل الصحيح وكل فعل خالي من حروف العلة، أما الفعل المعتل وهو كل فعل يوجد فيه حرف من حروف العلة. أعيد، الفعل الصحيح قلنا هو الفعل الخالي من حروف العلة، أما الفعل المعتل فهو الذي يوجد به أو يوجد فيه حرف من حروف العلة. إذن كما تلاحظون بأن الفعل الصحيح قلنا هو الخالي من حروف العلة، أما الفعل المعتل هو الذي يوجد فيه حرف من حروف العلة. إذن السؤال المطروح هو ما هي حروف العلة؟ إذن حروف العلة مجموعة في كلمة واي، بمعنى حرف الواو الألف والياء، إذن ثلاث أحرف. إذا كان الفعل معتل فإنه يوجد به حرف من هذه الحروف، إذ كان الصحيح فهو يكون خالي من هذه الحروف. إذن الآن سننتقل لنتعرف على أنواع الفعل الصحيح وأنواع الفعل المعتل. إذن لدينا بالنسبة لكل من الفعل الصحيح والفعل المعتل ثلاث أنواع. بالنسبة للفعل الصحيح يمكن أن نجد النوع الأول، وهو عندما يكون لدينا فعل مهموس. إذا النوع الأول قلنا مهموس، إذن هناك ثلاث أنواع مهموس. النوع الثاني يكون مضاعف، والنوع الثالث يكون سالم. إذا هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للفعل الصحيح. إذا بالنسبة للفعل الصحيح هناك ثلاث أنواع، أعيد، مهموس، مضاعف، سالم. مثال بالنسبة للمهموس، إما يكون مهموس الأول مثل أخذ، أو يكون هنا لدينا همزة فين؟ أين توجد؟ في بداية الفعل، نقول بأنه مهموس في الأول، أو لا نقدر نلقاه في الوسط مثل سأل، أو لا في الأخير مثل قار. إذا بالنسبة لهذه الأفعال سواء أخذ، سأل، قرأ، سواء كانت همزة في الوسط في الأول أو في الوسط أو في الأخير، فإن هذا النوع نسميه فعل صحيح مهموس. نسميه فعل صحيح مهموس، لماذا؟ لأنه يتضمن همزة في حروفه المكونة له. بالنسبة للنوع الثاني وهو الفعل المضاعف، إذا ما هو الفعل المضاعف؟ لدينا كذلك نوعين، فعل مضاعف اللي هو سواء يكون ثلاثي أو لا ربع ربع. شنو هو الفعل المضاعف؟ الفعل المضاعف هو أن فيه ذكر ثلاثي بأن الحرف ديالو كيكون هو من جنس واحد، يعني بحال مادة إلا جينا نفكوها فكنقولوا مدد. إذا لاحظوا جيدا لدينا الحرف الثاني والثالث من جنس واحد، يعني من نفس الحرف. مثال كذلك شدة، نقدر نقولوا إلا فككناها شدد، إذا من جنس واحد. بالنسبة للرباعي وهو ماذا يعني؟ بأن الحرف الأول يشبه الحرف الثالث والحرف الثاني يشبه الحرف الرابع. مثال بحال زل زلة، لاحظوا جيدا الحرف الأول يشبه الحرف الثالث والحرف الثاني يشبه الحرف الرابع. مثال كذلك وس وسوسة، نفس الشيء، الثاني يشبه الرابع والأول يشبه الثالث. نعيد، قلنا الفعل الصحيح
هناك النوع الأول اللي هو مهموس، وهناك النوع الثاني اللي هو مضاعف. نقول فعل صحيح مهموس، فعل صحيح مضاعف. بالنسبة للنوع الثالث وهو سالم، شو المعنى ديال سالم؟ بمعنى لا يتضمن لا همزة لا تضعيف، فهم؟ إذا نسمي هذا الفعل فعل صحيح سالم. مثال كتابة، ما فيها لا همزة لا عندنا حرف واحد نجس واحد. خرج، دخل. إذا هناك عدة أمثلة. نعيد، الفعل الصحيح قلنا وهو الفعل الخالي من حروف العلة، وحروف العلة سأكتبها هنا هي الواو والألف والياء، وهو ثلاث أنواع: فعل صحيح مهموس، فعل صحيح مضاعف، فعل صحيح سالم. إذا الآن ننتقل إلى الفعل أو النوع التالي هو الفعل المعتل، سنتعرف كذلك على هذه الأنواع الثلاثة ديال هذا الفعل المعتل. إذا بالنسبة للفعل المعتل كيف قلنا توا كذلك ثلاث أنواع. إذا النوع الأول، إذا هذا بالنسبة للمعتل، النوع الأول وهو الفعل اللي كيكون فيه حرف العلة في البداية ديالته، يعني في أول حرف، نسمي هذا النوع مثال. النوع الثاني وهو يكون أجوف، بمعنى أن الوسط ديالو كيكون حرف علة، والمثال الآخر كيكون هو ناقص، بمعنى أن حرف العلة كيكون في الآخر الحرف ديالو. مثال عندنا وقف، عندنا كذلك وجد. لاحظوا جيدا، إذا الحرف الأول فهو عبارة على حرف علة الواو، إذا هذا النوع نسميه فعل معتل مثال. هناك مثلا يئس، يئس بمعنى هنا عندنا حرف العلة كذلك في البداية ديالته، إذا فعل معتل مثال. بالنسبة للنوع الثاني وهو أنه وسطه حرف علة، مثلا قال، نام. إذا حرف العلة أين يتواجد؟ الوسط هو الألف، إذن هذا النوع نقول اسمه فعل معتل أجوف. بالنسبة للنوع الثالث وهو يكون حرف العلة ديالو في آخر حروفه، بحال حكى، مشى. إذا حرف العلة هو الألف مقصورة هنا، كذلك دنا، هنا عندنا في الأخير ألف. إذا حرف العلة يتواجد في آخر حروفه، إذا هذا النوع نسميه فعل معتل ناقص. نعيد، قلنا الفعل المعتل وهو الفعل الذي يوجد فيه حرف علة، وهو ثلاث أنواع: فعل مثال، فعل أجوف، وفعل ناقص. بالضبط نقول فعل معتل مثال، فعل معتل أجوف، وفعل معتل ناقص. إذن سنمر إلى تمرين تطبيقي، وفي هذا التمرين سأحاول أن أقدم لكم كذلك ملاحظة حول معرفة كيفية تمييز الفعل الصحيح والفعل المعتل. إذن السؤال يقول: ميز بين الصحيح والمعتل مما يلي. لدينا الأفعال ساء، مر، ملأ، على، طرق، رأى، يكتب، ضع. مفهوم؟ إذا الملاحظة التي أريد تقديمها وهي كالآتي: لاحظوا جيدا، لدينا هنا الفعل ضع. بالنسبة للفعل ضع، إذا سألتكم ستقولون بأنه فعل صحيح. لماذا؟ لأنه لا يتضمن حروف العلة اللي هي الواو والألف والياء، ولكن الجواب خاطئ. لماذا؟ لأننا ضع توجد في زمن ماذا؟ زمن الأمر. الملاحظة التي أريد تقديمها وهي إذا أردنا أن نبحث عن الفعل الصحيح والمعتل، هو كنحاولوا نرجعوا للزمن الماضي، أعيد، الزمن الماضي باستعمال ضمير هو. إذا ماذا سنقول هنا؟ هو وضع. إذا هنا الضع راه تولي هي هو وضع. لاحظوا جيدا، وضع عندنا فيها الحرف الأول وهو
حرف علة اللي هو الواو، إذا هنايا فهو فعل معتل مثال. إذا بالنسبة لدع غنكتبوها هنايا، مفهوم؟ لدينا مثلا يكتبوا، لاحظوا جيدا إذا سولتكم على يكتبوا فغتقولوا لي بأنها عبارة على فعل معتل. لماذا؟ لأن الأول ديالها فهو حرف علة ولكن خطأ، خصنا نرجعوها كذلك للزمن الماضي بالضمير هو. إذا ماذا نقول؟ هو كتب. إذا نقول هو كتب. إذا هنا فعل صحيح. إذا يكتبوا غنكتبوها في الفعل الصحيح. بالنسبة لساء غنكتبوها كذلك في الفعل المعتل. لماذا؟ لأن الوسط ديالها حرف علة. بالنسبة لمرة فهي مضاعف هنا فهو فعل صحيح. ملأ هنا فعل صحيح مهموز. على فعل كذلك هنايا معتل الآخر يعني فعل معتل ناقص. طرق غنكتبوها كذلك فعل صحيح نسائل سالم عفوا. هنا لدينا رأى فهي فعل اللي هو معتل الآخر يعني فعل معتل ناقص، مفهوم؟ إذا كان هذا هو الجواب ديال هذا التمرين التطبيقي، وهذه هي الملاحظة اللي كنت نقدم لكم. إذا فيديو اليوم تعرفنا على الفرق ما بين الفعل الصحيح والفعل المعتل، وما هو الفعل الصحيح وما هو الفعل المعتل، والأنواع ديال الفعل الصحيح وكذلك أنواع ديال الفعل المعتل، وتعرفنا على كيفاش نميزوا الفعل الصحيح والفعل المعتل من خلال إرجاعه إلى زمن الماضي باستعمال ضمير هو، وقمنا بإنجاز تمرين تطبيقي لهذا الدرس. إذا كان هذا هو فيديو ديال اليوم، كنتمنى إلى الإعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بالضغط على الزر لايك باش يوصل الفيديو لجميع التلاميذ والتلميذات، ولي لايك راه فقط ملاحظة ما كيديروا حتى شي حاجة، وإنما كيخليوا الفيديو يوصل لجميع الناس، وخصوصا إحنا في هذه الفترة ديال التعليم عن بعد. وكذلك إلى مازال ما مشتركيش بالقناة فضلا وليس أمرا، ضغطوا لي على زر اشتراك أسفل الفيديو وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد قناتي. وحد هنا كنقول لكم شكرا على المشاهدة، وكيف كنقول دائما في أمان الله، ونلتقي مع فيديو آخر إن شاء الله.